السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب المرحلة الابتدائية الصف الرابع في مادة التربية الإسلامية في درس بعنوان آداب المجالس الجزء الثالث. أهداف الدرس: الهدف الأول، يستنتج دعاء كفارة المجلس استنتاجا سليما. الهدف الثاني، يذكر ما استفاده من آداب المجالس ذكرا صحيحا. تذكر، بعد الانتهاء من مشاهدة الدرس عليك أداء الواجب اليومي والاختبار الأسبوعي على برنامج تيمز. ولنبدأ بالهدف الأول، يستنتج دعاء كفارة المجلس استنتاجا سليما. عزيزي الطالب، استمع إلى الفيديو التالي ثم تتبع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لتستنتج دعاء كفارة المجلس. كفارة المجلس: عند انتهاء جلستي مع زملائي أو أسرتي أقول: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وقد ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. عزيزي الطالب، هل استنتجت كفارة المجلس؟ لنرتب سويا قطع البازل هذه ثم نقرأ دعاء كفارة المجلس. فلنبدأ. أسرع. ممتاز. أحسنت. كفارة المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بعد أن استنتجت دعاء كفارة المجلس من حديث أبي هريرة، افتح كتابك صفحة 131 واكتب دعاء كفارة المجلس. أترك لك برهة. أحسنت. وننتقل إلى الهدف الثاني، يذكر ما استفاده من آداب المجالس ذكرًا صحيحًا. من خلال التواصل مع أحد الطلاب سألناه: ماذا استفدت من دراستك لآداب المجالس؟ فأجاب: لقد استفدت كثيرا من درس آداب المجالس، منه استفدت أسلم على الداخل والخارج من المجلس، أحترم الكبير والعالم وأتواضع مع الصغير، أن أحذر من الانضمام للمجالس المذمومة، ووجوب قول دعاء كفارة المجلس قبل الخروج منه. ما يستفاد من آداب المجالس؟ 1- إفشاء السلام عند الدخول والخروج من المجلس.
اثنان، الابتعاد عن محظورات المجالس. ثلاثة، قول دعاء كفارة المجلس عند الخروج منه. أربعة، حضور مجالس العلم والمجالس المباحة والبعد عن المجالس المذمومة. عزيزي الطالب، افتح الكتاب صفحة 133 وأجب على التدريبات التالية. ضع علامة صح أو علامة خطأ أمام العبارة التالية. السؤال الأول، يخاطبك زميلك في المجلس وأنت منشغل بجوالك ولا تلتفت إليه. الإجابة خطأ، أحسنت. السؤال الثاني، انتهت جلستكم وقبل مغادرة المجلس ذكرت إخوانك بذكر كفارة المجلس. الإجابة صحيحة، أحسنت. ولنتحقق من تحقيق أهداف الدرس بهذه اللعبة التفاعلية، فلنبدأ. عرف مفهوم المجالس. أحسنت. المجالس هي الأماكن التي يلتقي فيها الناس في أفراحهم وأحزانهم وأعمالهم اليومية. ولنبدأ الجولة الثانية. عدد آداب المجالس. استمع إليك. نعم، التفسح والتوسع للداخل، ذكر الله تعالى سرا وجهرا. نعم، السلام عند الدخول والخروج. وأخيرا التواضع مع الصغير وتوقير الكبير والعالم. أحسنت. ومع الجولة الثالثة، السؤال، اختر الإجابة الصحيحة من محظورات المجالس. أن تسلم على الجالس والماشي، تذكر الله تعالى سرا وجهرا، تتجسس على الجالسين، تفسح المكان للداخل للجلوس. استمع إليك. نعم، أحسنت. تتجسس على الجالسين، وهذه من محظورات المجالس. وفي الختام، تذكر بعد الانتهاء من مشاهدة الدرس عليك أداء الواجب اليومي. عزيزي الطالب، بادر بالإجابة على الواجب لتثبت معلومات الدرس. ملحوظة، سيتم أداء الواجب خلال 24 ساعة. في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.